أنا ما كنت ما حيث موجدتهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من منطقة لابالفي بباريس. اليوم رانا نشوف هذه الوقفة اللي داروها فرنسيين احتجاج على طرد الطالبة سارة. سارة ذات 15 سنة من المدرسة في فرنسا. فالآن في مظاهرة يوم 20 جوان 2015. هذه سارة كما راكم تشوفوا. والعجيب في الأمر أن اللي داروا هذا الوقفة فرنسيين. سؤالي أين هي الجالية المسلمة؟ أين هي الجالية في فرنسا؟ السلام عليكم.